واللاهوتية. نسوق هذا المثال الذي نرجو أن نحلق النظر فيه كما نصغي البصر أو الذهن والأذن إليه. الكهرباء طبعا دلوقتي حاليا بنعتبر أن الكهرباء ليها مصدر واحد. في أمريكا بتيجي من شلالات نياجرا، نياجرا فولز، وفي مصر بتيجي من السد العالي في أسوان. لكن قبل كده الإنسان كان بيولد الكهرباء عن طريق المغناطيس، عن طريق بعض الأمور اللي هو بيصنعها لكي يولد الكهرباء. للإنسان تاريخه مع الكهرباء في مدى زمني لا يزيد عن القرنين من الزمان، حتى دعوا ذلك العصر باسم عصر الكهرباء، الذي لولاه ما كنا نستطيع العيش لا في أوروبا ولا في أمريكا. زمان كان اللي بينفوهم من الشرق يودوهم أوروبا. القديس أثناسيوس الرسولي عندما نفي إلى مدينة تيرير في ألمانيا. القديس يوحنا عندما نفي إلى جزيرة باطموس في آسيا الصغرى. القديس البابا ديوسقوروس عندما نفي إلى غيغرة. يبقى كانت أوروبا منفى بالنسبة للشرق. طب دلوقتي لو واحد عمل غلط في مصر وقالوا له ما دام انت غلطت هننفيك لألمانيا، كل بتوع مصر هيعملوا نفس الغلط عشان يروحوا ألمانيا. مين كان يقدر يعيش في هذا الجو قبل أن يخترع الإنسان الطاقة، سواء عن طريق الفحم أو عن طريق الكهرباء، لكن بصفة خاصة عن طريق الكهرباء؟ عايز أقول لم يخترع الإنسان الكهرباء، إنما اكتشفها، فهي اكتشاف أكتر منه اختراع، لأنها موجودة في الكون من زمان، لكن احنا مكناش عارفين سكتها، نوصلها ازاي، ندخل اليها بأي طريقة. عشان خاطر ان هو يتحصل على الكهرباء عمل حاجة اسمها المولدات الكهربائية حتى يتسنى له الحصول على مئات الألوف من الميجاوات التي لا تكفي فقط للإنارة بل للإدارة. لأن الكهرباء بناخد منها ثلاث حاجات، يعني ناخد منها ضوء زي ما احنا كده عايشين في أنوار وأضواء، يعني ما ناخد منها حركة تمشي الآلات تدي الطاقة الإنرجي، يعني ما ناخد منها حرارة. ثلاث حاجات بتديها لنا الكهرباء، يا اما الحركة يا اما النور يا اما الحرارة. عشان كده نقدر نقول ان الانسان علشان خاطر يوصل للكهرباء للإلكتريسيتي عمل حاجة اسمها المولد الكهربائي. يا سلام، طب المولد الكهربائي دي علشان يولد الكهرباء بيحتاج دكتور؟ لا، ده بيحتاج مهندس. ما بيحتاجش دكتور، ما يولد ازاي؟ ها اسمها كده. الدور اللي بيقوم به المولد الكهربائي اللي بيولد الكهرباء هنا، الدور ده ما بيحتاجش دكتور لكن بيحتاج مهندس، والمهندس هو اللي بيولد الكهرباء. لا ينجم عنه إجهاض
او حيض او نفاس، رغم ان في توليد الطاقه. واحيانا تلاقي عربيه في القطر يقول لك عربيه توليد طاقه. توليد؟ واحنا في رعايه الطفل هنا؟ الكهرباء بتتوالد، المغناطيس ينبثق، الكهرباء تتوالد والمغناطيس ينبثق، ولربما يكون كلاهما من مصدر واحد. أعجبني مثال كنت قد سمعته منذ زمن طويل، أكثر من 40 سنة. يقول حواء وهابيل كلاهما صادران من آدم. حواء وهابيل كلاهما صادران من آدم، ولكن حواء طلعت من هابيل بالطريقة المختلفة اللي طلع بيها، اللي ما طلعش بيها هابيل. يبقى هابيل طلع من آدم بطريقة، وحواء طلعت من آدم بطريقة تانية. يبقى حواء منبثقة من آدم، هابيل مولود من آدم. طبعا المثل ده فيه ثغرات كتيرة جدا وضعفات كثيرة جدا لا نستطيع أن نطبقه على الثالوث، لأن طبعا حواء آدم احتاج لحواء عشان يجيب هابيل، وإلا نخرج إلى بدعة الفيلوكيا اللي بتقول بانبثاق الروح القدس من الآب والابن. وحواء أكبر من كليهما، هنطلع برضو بالبدعة الأريوسية اللي بتقول إن الآب أعظم من الابن في كل شيء. لكن معلش، إحنا ما بناخدش المثل على إن هو يغطي الحقيقة كلها، لكن ممكن يديني جزئية، ممكن يفيدني في حاجة. فحواء وهابيل صادران من آدم، ولكن حواء خرجت من آدم بطريقة غير التي خرج بها هابيل، وهابيل خرج من آدم بطريقة غير التي خرجت بها حواء. فحواء منبثقة وهابيل مولود. طبعا هنا ما قلناش قايين، وطبعا قايين له الأحقية في أن يأخذ هذا المثال، لأنه الابن البكر ولكنه لم يكن الابن البار. فاستعنا بهابيل حتى لا يكون هناك ثغرة أخرى غير الثغرات التي قلناها. هنا نرجع مرة تانية للمولد الكهربائي، توليد الطاقة، توليد الكهرباء. هذه الطاقة تأتينا من أب هو المولد الكهربائي اللي بنسميه جينيريتور. ليس لهذا الجينيريتور أم تزوجت به وتباضعت معه وتوالدت منه. يبقى إذا كان الجينيريتور ده بيتوالد من غير ما يتباضع أو يتضاجع أو يتزاوج، وده صنعت يد الإنسان علشان يجيب طاقة موجودة في الكون ما نقدرش إن احنا نستحلبها من الكون إلا بهذه الطريقة. فهو وليد أب دون أن يكون له أم. هل وجد شخص أي غرابة في هذا الأمر؟ سائلا المولد الكهربائي أو المهندس الذي يعمل فيه ويقول له أين الصاحبة؟ أين الصاحبة؟ أين الخليلة؟ أين الحليلة؟ أين الزوجة؟ أين الطرف الآخر؟ لم نسمع أي سؤال كهذا،
ولا ربما لم نسمع. فإن كان هذا الأمر يفوق بعض العقول لا جميعها، إلا أنه لا يضادها، لأننا بالعلم استطعنا فك رموز كثيرة كانت مظلمة قبلا. نرجع للاسم بتاعه باللغة الإنجليزية، أطلقوا على الاسم جينيريتور. جينيريتور، لو رجعنا كتاب قاموس المورد الإنجليزي العربي الذي كتبه الأستاذ منير البعلبكي في بيروت سنة 1994 صفحة 83، نلاقي كلمة جينيريتور جاية من كلمة جينيريشن. وجينيريشن يعني ايه؟ يعني جيل. طب جينيريتور اللي هو المولد الكهربائي، وجينيريشن يعني أجيال الكهرباء التي تولد منه. يبقى كلمة مولد اللي هو باللغة العربية لو احنا نطقناها انجليزيا لكانت انه المجيل، المجيل الذي يصنع اجيالا من الكهرباء. وهنا طبعا كلمة جينيريتيف، الصفة بتاع كلمة جينيريتور او جينيريتر، جينيريتور او جينيريشن. الله، اذا كان الكلام ده مصنوع بيد الانسان والانسان لا يجد فيه غرابة، وكل يوم بنقوله وكل يوم بننطقه، نيجي عند كلمة مولود من الآب، وهنا تقف افكارنا ويتوقف تفكيرنا. اذا كان الشيء العادي قدرنا ان احنا نقول عليه وقدرنا ان احنا نشوفه، فكم وكم يكون الالهيات والسماويات. اطلقوا على الانسان عدة معاني، قالوا عن الانسان انه حيوان ناطق، ثم بدأوا يغيروها فقالوا حيوان مغني، لأن مفيش كائن تاني يغني غير الإنسان، ثم قالوا حيوان مبتكر، حيوان متطور، حيوان مفكر، لدرجة أنهم قالوا أن الإنسان هو الوحيد، هو حيوان يخجل، هو الوحيد الذي يخجل في كل العوالم، لأنه الوحيد الذي يفعل ما يخجله. الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هنا حيوان ناطق. نحن نداعب كثيرا من الببغاوات، الببغاء، ونقعد نخليه يتكلم قدامنا، احنا فاهمين احنا بنقول ايه، لكن هو بيقول اللي احنا بنقوله وهو مش فاهمه. ونفرح ويبتسم الأطفال عندما يرون الببغاء يتكلم كالإنسان عموما، وتخرج منه بعض الكلمات وهو لا يفهم ماذا يقول، ويقول ما لا يفهم، قد يعوي ولكن دون أن يعي. ولكن هناك بعض الحالات اللي شذ فيها القاعدة، ولينا حيوان بيتكلم زي حمارة بالعام. في سفر العدد أصح 22 عدد 27 و 28، وزي بغل إستفانوس، ودي مذكورة طبعا في السنكسار المقدس، إنهم لما جم يدفنوا القديس إستفانوس ووضعوا التابوت، تابوت القديس إستفانوس على بغل، وقف التابوت وأرادوا أن يحركوه، يحركوا البغل، فنطق وقال هنا ينبغي أن يدفن إستفانوس. الكلام ده بنقوله ليه؟ دي حركتين شذوا في التاريخ كله، العهد القديم
والعهد الجديد. قصة بلعام مذكورة في الكتاب المقدس، قصة استفانوس مذكورة في السنكسار. طب لو الحيوانات تكلمت، لا خلاص تختلط بالإنسان وتعيش معاه وتاخد نفس الحقوق. ليه؟ لأن الحيوان يبدأ من حيث انتهى سالفه، أما لأن الإنسان يبدأ من حيث انتهى سالفه، أما الحيوان فيبدأ من حيث بدأ سابقه. لو أنا رسمت صورة الإنسان في القرن 21 وصورة الإنسان تاني في القرن الأول أو الثاني، هيختلفوا في طريق المعيشة وفي الملابس، في حاجات كتيرة، في أسلوب فهمهم للأمور، في أسلوب التعامل. لكن لو رسمت حيوان في مزود البقر يوم المسيح اتولد، هروح أخده الصورة ليها نفس الصورة اللي موجودة في الزريبة، تختلفش، لأن الحيوان لا يختلف. يبقى هنا أقدر أقول بقى أن الإنسان إذا شلت منه الكلمة، يبقى هنا لا فرق بينه وبين الحيوان، لأن الكلمة التي تعبر عن العقل الذي فيه، والحيوان لو حطت له الكلمة لا فرق بينه وبين الإنسان. لكن تكون النتيجة أن ربنا أعطى للإنسان هذه الموهبة التي لم يعطيها لغيره من باقي الكائنات. ليه؟ عشان الإنسان هو أصدق صورة عن خالقه، أصدق صورة عن خالقه. لو حبينا أن احنا ناخد الموجودات ونحط لها بعض التفنيطة أو التنويع، هنقول فيه الموجود غير العاقل وغير الحي، ده الجماد، وفي غير الموجود غير العاقل ده الحي، غير الحي ده العدم، وفيه الموجود الحي غير العاقل ده الحيوان والنبات والطيور أيضا، وفيه الموجود العاقل غير الحي ده زي الكمبيوتر، رغم ان احنا ممكن نحط الكمبيوتر بكل انواعه مع عالم الجماد لانها عبارة عن اسلاك بتشتغل، لكن بطريقة معينة. وطبعا اللي اخترع الكمبيوتر وفر على البشرية مجهود كبير جدا. دلوقتي العالم كله بيشتغل بالكمبيوتر، بس في سايد افكت، في جانب تاني انا خاف منه، بعد 20 سنة تاني او 30 سنة تاني هيبقى عندنا اجيال كبيرة من الناس تعرف تقرأ لكن ما تعرفش تكتب، لان ما فيش واحد دلوقتي بيمسك قلم ويقعد يكتب. لان دلوقتي لو كنت ان انا اعمل كليت بصوابعي يطلع قدامي صفحة مكتوبة، همسك القلم واقعد اكتب؟ في سايد افكت نخاف منه، وربنا قادر يدينا نعمة ونتغلب عليه، ان هيطلع عندنا اجيال كتيرة تعرف تقرأ كويس لكن ما تعرفش تكتب، زي ما احنا دلوقتي بنعاني من سايد افكت تاني، ان ما فيش حد يميل للقراءة، والكتاب طوارة، ودلوقتي حاليا الكتب مرمية محدش بيدور عليها. ليه؟ لان انا دلوقتي بعمل كليك بتجيلي المعلومة جاهزة، انا ابتدي اطبخ ولا اخد اكل مهضوم كمان احطه في جسمي سابق التجهيز، فتكون النتيجة ان كل الناس دلوقتي بتبص في الكمبيوتر وتاخد المعلومة مهضومة، يعني تدخل في تركيبة الجسم على طول. لكن يمكن الأجيال اللي قبل كده كانت بتتعب وتشقى لحد ما توصل للمعلومة، وتطوف من مكتبة إلى مكتبة، ومن دار كتب إلى دار كتب، ومن مكان لمكان تبحث عن هذه المعلومة. يمكن دلوقتي حاليا الأمور دي كلها بدأت إنها تكون سهلة، يبقى هنا الكمبيوتر ربط الدنيا ببعضها.
ودلوقتي حاليا محدش يقدر يختفي منه. واحد بيمتحن السيتيزن في امريكا وبعدين سألوه سؤال، انت يا ترى عملت غلط ولا حاجة؟ قال لهم لا، طوال ال5 سنين اللي فاتوا دول ما عملتش غلط. قالوا له لا، كسرت اشارة مرور يوم كذا في المكان الفلاني، متسجلة في الكمبيوتر. يا سلام، اذا كان الكمبيوتر بيسجل عليا كل حركاتي وكل الذي اعمله، امال يعني ربنا لما يقول جلس الديان وانفتحت الاصفار يبقى شكلها ايه؟ انا استغربت لما في مرة شفت فيلم عن احداث سبتمبر 11 ولقيت ان هم جابوا اللي حصل في الطيارة حركة حركة. طب ده مفيش حد كان بيسجل، ولو حد كان بيسجل زمانه احترق مع ما احترق. لكن يا ربي كل الامور دي كلها، احنا عايشين في خلايا الكترونية وكمبيوترية اصبحت تحيط بنا من كل ناحية. اذا كانت اسرار الطبيعة عظيمة وكبيرة وقوية وعديدة بهذا الشكل، والآن أصبح مناح العلم لا يستطيع عقل أن يستوعبها، فلماذا نستجرئ ونتجرأ أكثر مما يجب بأننا نريد أن نعرف كل شيء عن خالق هذا الإنسان الذي صنع هذا العلم والذي صار علماً في هذا العلم؟ يبقى نقول المسيح مولود من الآب. نيجي عند كلمة مولود دي ونقعد نحط لها بقى الدور البشري ونحط لها الدور المادي. طب ما احنا بنقول عدة مولودات، احنا بنتكلم على المولود من الجنريتور، وان الجنريتور ده مش بيولد كهرباء، ده بيجيل، يخلق أجيال، بلاش يخلق، آسف، يصنع أجيالا من الكهرباء، بحيث أن الكهرباء اللي أنا باخدها وبستخدمها بروح واخد غيرها. وطبعا دلوقتي حاليا الكهرباء بنعتبرها أن هي طاقة حياة وموت جوه البيت، بحيث أن هي موجودة أقدر أستفيد بيها بكل أنواع الحياة في الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم. لكن لو سلك لمس سلك البيت يتحرق. لو انا ايدي جت على سلك اكتر من 12 فولت انا اصعق. الله، يبقى نستغنى عنها طالما ان هي ليها جوانب سيئة، هي حياة وموت في نفس الوقت. لكن احنا بنقدر نستفيد من الجانب الحلو اللي فيها، الجانب الاكتف، الجانب اللي يديني بوزيتيف، اللي يديني حاجة أحسن، ونتفادى ما فيها من أخطار. والأخطار تأتي من أخطاء، الأخطار تأتي من الكهرباء، أما الأخطاء فتأتي من الإنسان. إذا كنا قد قلنا قبلا إن المسيح كلمة الله، الكلمة البشرية العادية اللي طلع من جاهل أو من عالم أو من قوي أو من ضعيف أو من فقير أو من غني، راجل أو ست، استحالة أن تجد لها صانعا، واستحالة أن تصنع بيد بشري أو بغير يد بشري. الكلمة مش النطق، النطق اللي موجود في الكائنات كلها، ارتطام جسم بجسم بيده نطق، بيده صوت. لكن الكلمة لا تخرج إلا من الكائن العاقل. عشان كده خد لبالك يا عزيزي، لما الكتاب المقدس عبر عن المسيح في يوحنا قال عنه أنه هو كان الكلمة والكلمة صار جسدا، لما جه يعبر عن نسيب عمانوئيل بيسن جنيس إن إمانوئيل يوحنا المعمدان ما سمهوش الكلمة،
سماه صوت صارخ. الله، يبقى الفرق بين يوحنا وبين المسيح كالفرق بين الكلمة والصوت. الصوت يمكن أن يصنع، الكلمة لا يمكن أن تصنع، كلمة العادية البشرية. فالمسيح الكلمة مولود غير مخلوق، أما يوحنا المعمدان فمولود ومخلوق. لما نشوف حواء وهابيل نلاقي أن حواء مخلوقة من مخلوق، مخلوقة من مخلوق، ولكن ليست حواء وليس آدم مولودين من قبل. عشان كده قداسة البابا لما بيجوا يرسموا صورة لآدم وحواء في الجنة ويحطوا صرة لآدم وحواء يقول لهم الصرة دي غلط، لأن آدم لم يحبل به في بطن، والبطن دي تكون فيها الحبل الصري اللي يربط الابن الجنين مع أمه. لكن يبقى هنا دلوقتي آدم مولود وغير مخلوق، آسف، آدم مخلوق ولكن غير مولود، وحواء مخلوقة من مخلوق وليست مولودة. نيجي عند السيد المسيح له المجد ونقول مخلود غير مخلوق، وتبقى طبعا دي مشكلة. طبعا كلمة مولود غير مخلوق بلاهوته. أما من ناحية التجسد هو قال هيأت لي جسدا، هيأت لي جسدا. الملائكة مخلوقين غير مولودين، وعشان كده الملائكة متخدمت ولما جوش من مصدر واحد، يعني من ملاك واحد جم منه كل الملائكة، زي البشر لما جم من مصدر واحد اللي هو آدم. لكن الملائكة مخلوقين، كل ملاك بصفة خاصة، كل ملاك على حدة. يبقى عشان كده الملائكة لما أخطأت مش كل الملائكة تحملت وزر الخطأ، لكن المجموعة التي أخطأت فقط هي التي سقطت. وعشان كده لحد دلوقتي المسيح يقول إبليس وملائكته، أو مرة إبليس وجنوده، يعني بيسميهم وملائكته. يبقى إبليس كان رئيس ملائكة.